رغم مشاغل الدكتور غازي الشديدة في السفارة في لندن، ولهذا قصص تطول زي غير دور السفير في هذا البلد، أنه رغم كل مشاغله إنما كان يكتب، والناس كانت تعجب متى يجد الوقت ليكتب. يقول الناس تسعى إلى الترفيه، هذا هو الترفيه بالنسبة لي إني أكتب. وأنا أذكر في العصفورية كتبها، بدأ كتابتها في لندن، وكنت أنا في زيارة هناك، وأعطاني حوالي 30-40 يمكن 50 صفحة أقراهم، فقرأتهم. وبعدين خرجنا رحنا المسرح، ولم يذهب معنا إلى المسرح بحجة أنه سيحجب الرؤية عن الناس اللي قاعدين خلفه. فأما رجعت كان كتب حوالي قدر مماثل 40 أو 50 صفحة في هذه الفترة اللي احنا طلعنا ساعات. حين ينطلق بالكتابة كان ينطلق بشدة. كثير من الناس كمان لا يدركوا أنه الدكتور غازي حين يكتب في موضوع، رغم أنها رواية عادية زي رواية الجنية، دخلت مرة عليه في لندن، كنت برضو كنت في طريقي من واشنطن إلى، في سفرياتي دائما أقف وأزوره، لقيت طاولة طويلة وعليها كل ما كتب في الجن. فبقول له ما هذا، ما شأن الجن بهذا البيت؟ قال لا، أنا أكتب رواية جديدة. وطلعت رواية الجنية وهي معروفة. فكان ساعات يدرس الموضوع من جميع أبعاده قبل أن يكتب رواية أساسا فيكشن، يعني رواية خيالية. الوالد كان معزوم مرة على عشاء، وكان يفترض أنه يلقي كلمة هناك، والمنصة أو المكان اللي يلقي فيه الكلمة كان في الخارج جنب البركة، والظاهر أنه كان يحاول يختصر الطريق، فكان يبغى ينط على زاوية البركة أو شيء من هذا القميل، وطاح في البركة زي؟ وطلع، وبعدين قال كلمة بالإنجليزي، قال my wife warned me not to make a splash، يعني قالت لي إنه لا تسوي ضجة زين. والسبلاش لها معنيين، إنه واحد يسوي ضجة أو يعني يطلع الماء.